السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي أحياء للصف الأول المتوسط، عندي صفحة 88 الدرس الأول الدفاع المدني من الفصل التاسع. تعريف الدفاع المدني: وهو جميع الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة لتوفير الحماية للمواطنين والممتلكات العامة وتقليل الخسائر إلى الحد الأدنى في الحالات الطارئة كالحرب والكوارث الطبيعية. هذا تعريف الدفاع المدني. ما هي الأهداف العامة للدفاع المدني؟ هذني النقاط. وهنا تعريف الإنقاذ: هو مجموعة من الخطوات المتسلسلة الواجب اتباعها لغرض الحفاظ على الأرواح. هنا سؤال: متى تبرز أهمية الدفاع المدني؟ تبرز أهمية الدفاع المدني من حيث الكوارث الطبيعية والأزمات والحروب. نجي على: ما وسائل التنبيه من الأخطار؟ شنو وسائل التنبيه من الأخطار؟ تعرفت في النشاط الاستكشافي إلى عدد من العلامات التحذيرية التي تستعمل لغرض التنبيه في وجود الأخطار وكيفية التعامل معها، وتوجد وسائل عدة للتنبيه من الأخطار، وأكثرها شيوعاً هي العلامات التحذيرية التي تستعمل غالباً في الطرق والأماكن العامة. من أمثلة هذه النقاط الستة: هعيني التحذير من خطر الانزلاق، ومن وجود مواد قابلة للاشتعال، من الصعقة الكهربائية، من وجود الغام، من منطقة مبوءة، من منطقة مشعة،